نعم هذا كله صحيح، لكن السؤال هل أن الأزمة بهذه الأمور اللي تفضلت بها؟ لا، الأزمة يم انتخاب رئيس الجمهورية ليسمي مرشح الكتلة الأكبر ليشكل الحكومة لتمرر حكومة. أنت الآن تفضلتي ذكرتي مجموعة أمور اللي ما لها دخل بالأزمة. هذه الأمور صارت، يعني صارت من 10/10 لحد الآن، عقد البرلمان، مررت قوانين وصدرت بيانات، أمور كثيرة حصلت. لكن هل تمت تسمية رئيس الجمهورية؟ لا. لما لم يسمى رئيس الجمهورية، هل سمي مرشح الكتلة الأكبر؟ لا. إذن الأزمة مستمرة. فالقضية يعني أصل الأزمة ليست في تمرير قوانين وليس في اختيار نائب أول لرئيس مجلس النواب. وين الأزمة؟ الأزمة وين؟ يعني نحن وين؟ الأزمة أنا هذا الكلام قلته من 10/10 ولحد الآن، وراح أكرره على مسامعك الكريمة. الأزمة سيدتي الكريمة في الرؤية، هل نشكل حكومة أغلبية أم حكومة توافق؟ توافقية انتهى الموضوع. اسمحي لي مو تدسيني على الأزمة. إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة، هذا معناته أننا سنضيف 4 سنوات أخرى من الفساد والفشل. عشرين عام الماضية نقطة السطر. إذا تشكلت حكومة أغلبية بغض النظر عن من يشكلها، وأنا هذا دائما الكلام أقوله وأكرره، ذاك الوقت راح نعرف أن هناك تغييرا أو بدأ التغيير. إذا تسمحي لي أنا أريد جوابك سيد المانع، يعني قبل ما أنتقل. إذا اسمحي لي، إذا ما أحتاج جواب، عفوا ما أحتاج جواب، إذا تسمح يعني كل واحد خلي يقول رأيه ويمشي. إذا تسمحي لي أنا الآن أذكر المادة 76 في الدستور العراقي. المادة 76 تقول أن مرشح الكتلة الأكثر عددا. بمعنى شنو؟ بمعنى أن هناك بالبرلمان كتلة أقل عددا. هذا معمول به في كل دول العالم. عندما يقول البرلمان، يعني المشرع العراقي ما كان غنيا عندما قال هسه الكتلة الأكبر سيد نزار هو الإطار، يعني هسه الكتلة الأكبر صارت الإطار. اسمحي لي، أو أنا ما دا أسأل على الكتلة الأكبر، أنا دا أسأل على الكتلة الأصغر. وأنا الكريمة المشرع عندما ذكر الكتلة الأكثر عددا كان يعني أن هناك كتلة أكثر عددا تشكل حكومة وكتلة أقل عددا تذهب إلى المعارضة. هذا كان المقصود من عنده. ما كان المقصود من عنده أن كتلة أكثر عددا بس هو حدد تذهب للمعارضة. حدد تذهب للمعارضة؟ ما حدد تذهب للمعارضة سيدتي الكريمة. يعني الآن النظام الديمقراطي بالعالم على شنو قائم؟ انت شايفه برلمان بالعالم، كل العالم. شو العلاقه؟ دايما على تكليف رئيس الوزراء. خلي نشوف سيد نزار على مود الوقت. خلي بس اخذ راي سيد هاشم. قولي لي تجربه برلمانيه واحده بالعالم ان كل البرلمان يشكل حكومه. ماكو هذا الشيء، هذا موجود بالعراق فقط. لماذا؟ لأن الكتل السياسية متباينة على أن يتستر بعضها على البعض الآخر. خلي نشوف. لذلك بس شنو اعتراض